غادي نبداو شكون اللي بغينا نقول بالنسبه لينا حنا هذه عشره احتفاليه على الثقة التي منحوني إياها. الآن انتخب الأستاذ موافق نقيبا لهيئة المحامين في دار البيضاء وليس نقيبا لفئة معينة دون أخرى، فكل من صوت عليه أو لم يصوت عليه فأنا بمثابة أب له وبمثابة أخ لمن هو في سني. أعيد الجمعية العمومية بأنني سأعمل على تنزيل المتار وسأعمل على تنفيذ جميع النقط الواردة فيه إلا إذا غلبتني الدروب فليأتي من بعدي من يكمل هذا الميثاق لأنه في صالح المحامي. دار البيضاء يعني عدد المسجلين بها 5000 زميل وزميلة، بمعنى خلال يومين يعني استقبلنا أكثر من 10000 زميل، وهي عملية صعبة من ناحية الإدارية بسبب الحالة الوبائية التي تعيشها بلادنا، ولكن الحمد لله بإرادة المجلس بعمله بتخطيطه الجيد الحمد لله مرت العملية في أجواء إيجابية جيدة. الناحية التنظيمية كانت واحد الأريحية واحد الانسيابية، وبالتالي ما عشناش الاقتضاض، وبالتالي حافظنا على جميع الشروط اللي فرضتها السلطات العمومية من حيث الإجراءات الاحترازية من التباعد التعقيم. والحمد لله أنا أهنئ هيئة المحامين الدار البيضاء بنقيبها بمجلسها بجمعيتها العمومية الحمد لله، لا خلال اليوم الأول ولا اليوم الثاني كانت أجواء إيجابية، كانت كان هناك اختلاف، هناك تنافس شريف، ولكن ما يميز مهنة المحاماة هي بأعرافها وبتقاليدها. كما شاهدتم الآن خلال الجلسة الختامية للجمعية العمومية جميع المرشحين كانوا حاضرين تبادل الكلمات للاعتراف بجميع الأطراف وبدورهم الإيجابي. الحمد لله اليوم عرس كبير جدا يجب على المجتمع والرأي العام أن يعرف على أنه المحامون داروا انتخابات ديالهم في أجواء إيجابية، أجواء جيدة، أعراف وتقاليد، وهذا يؤكد على حضور مهنة المحاماة على مستوى منظومة العدالة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا الآن بحول الله من تعيين الجمعية العمومية لهيئة المحامين في الدار البيضاء لنقيب جديد لها للولاية المقبلة 2021-2023، ألا وهو النقيب الأستاذ موافق طاهر. بهذه المناسبة أتوجه إليه بخالص يعني التهاني وأقول له هنيئا لك بتزكيتكم من طرف الجمعية العمومية، وأتمنى له حظا وافرا. بالمناسبة يعني كنت مرشحا بدوري للانتخابات المهنية الحالية، واستطعت بحول الله وثقة الجمعية العمومية أن أمر للدور الثاني. الجمعية العمومية كان لها رأي في اختيار نقيب لها، أهنئها بهذا الاختيار، وأتمنى للنقيب الجديد يعني كامل الصحة والسلامة حتى يتمكن من قضاء ولايته بعد أن يعني عالج جميع المشاكل سواء المهنية القضائية والتشريعية لما فيه خدمة للزميلات والزملاء، ولما فيه احتراما وتكريسا للمبادئ الأساسية الإنسانية والحقوقية والمهنية. شكرا لكم على الحضور. تحية. إذن في هذه الليلة ليلة 18 ديسمبر 2020
أفرزت الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالدار البيضاء عن نقيب جديد للولاية المقبلة 2021-2023، وفي بهذه المناسبة أتوجه له بالتهاني الحارة من شاب محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، وأقول وأذكر بأن الظروف التي مرت بها هذه الانتخابات، ظروف الجائحة، كانت ظروفا صعبة. كان يروج أنه سيتم تأجيل الانتخابات المهنية، ولكن بفضل عزيمة المحامين والمحاميات بالهيئة، هيئة المحامين بالدار البيضاء، وكذلك بجميع هيئات المغرب، أكدوا للمجتمع أن المحامين باستطاعتهم تنظيم انتخاباتهم بشكل حضاري وبشكل يحترم التدابير الاحترازية، وبالتالي أؤكد أن الانتخابات المهنية مرت في هذه الأجواء الإيجابية في باحترام التدابير الاحترازية كما سبق وقلت، وأؤكد أن الجمعية العمومية تجتمع في الأخير حول اسم واحد هو نقيب المحامين بالدار البيضاء الأستاذ موافق الطاهر، فهنيئا له، وننتظر انتخابات أعضاء المجلس الجمعة المقبل بإذن الله ليكتمل النصاب القانوني لتشكيل مجلس متكامل نقيبا ومجلسا، فتوفيق لجميع الأعضاء لجميع الزملاء المرشحين لعضوية المجلس ليكون المجلس المقبل مجلسا متجانسا مع السيد النقيب المتوج في هذه الليلة الأستاذ موافق طه، فهنيئا له وهنيئا لمهنة المحاماة، وعاش مهنة المحاماة حرة أبية تحترم حقوق الإنسان وخصوصا حرة ومستقلة. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.